احنا موجودين في منطقة خاصة في بلد محبوب جدا وعزيز على قلبي، احنا في سوريا، احنا في منطقة اسمها الوادي. شكرا أسيس، ونحن منرحب فيك بمنطقتنا بمنطقة وادي النصارى بسوريا. احنا بنشكركم كمان على محبتكم وعلى هذا اللقاء، احنا عم نحس كأنه في بيتنا وكأنه منعرفكم كمان من فترة طويلة. أهلا وسهلا فيكم، أكيد نحن دائما باسم المسيح عائلة واحدة ودائما نكون مع بعضنا أكيد، خاصة بفترة مباركة مثل فترة عيد الميلاد. اللي عم تشوفه أنت هلأ هو زنبقة فوق الركام، مهما لو كان في ركام لا يستطيع أن يحجب قوة الزنابق على التنمو. اللي بتشوفه أنت هدول الأولاد، هدول الأطفال المجتمعين هلأ، هالكورالات اللي رح تسمعهم، هدول كلياتهم بيثبتوا أنه الأمل والحياة أقوى من قوة الحرب. الحرب يديرها قوى عالمية، ولكن نحن بقوة الرب يسوع نستطيع أن نقوى على الآلام وعلى الجراح وأن ننهض من جديد. إذا ممكن تعطينا فكرة أو صورة عن شو اللي بصير أو شو اللي صار في هذا المكان توضحنا، لأنه معظم العالم مش شايفين الصورة الواضحة. طبعا نحن بمنطقة الوادي مثل كتير 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 مناطق بسوريا عانينا من هذه الحرب، عانينا من الإرهاب لمدة سنة كاملة تقريبا. كان وضع المنطقة هي تقريبا في حالة أسر، حركتنا كانت محدودة، كنا خائفين دائما من القذائف، من الحرب، من كل ما يتعلق ببؤس الحرب وأوجاع الحرب وألم الحرب. قدمت المنطقة شهداء، في ناس كتير قتلت في العمليات التي تمت هون، ولكن الحمد لله أنا بقول نحن في منطقة الوادي عانينا لمدة سنة فقط، غيرنا عانى لمدة سنوات أطول. هذه المعاناة لمدة سنة التي تركت جراح كثيرة في جسم الوادي، ولكنه أفسح مجال للكنيسة أن تظهر دورها الحقيقي مع الناس، حيث كانت إلى جانب الناس. منطقة الوادي استقبلت ما يزيد عن 20,000 عائلة مهجرة في منطقة الوادي. هالأمان النسبي اللي تمتعت فيه منطقة الوادي كانت فرصة أن تضم بين جناحيها المهجرين من كل مكان، بغض النظر عن دينهم، عن عرقهم، عن شكلهم، عن تصنيفهم. كنا دائما نحتضن الجميع ونقدم المساعدات لكل إنسان ولكل فقير، لأننا نرى فيه وجه الرب يسوع الذي عاش التهجير، الذي عاش كل أوجاع الآلام البشرية وعرفها. الصورة اللي شايفها أمامي صورة مفرحة جدا، وفعلا اندل على شيء، بدل أنه الكنيسة قامت بعمل بطولة. لاحظت أنه الناس كلها بتحبك وأنك أنت مش غريب على الناس، مع أنه أنت طبعا شخصية معروف في هذا المكان، لكن بشوف لقاء الناس معك لقاء شخصي، لقاء محبب. الحقيقة أسيس بدي أختصر لك الموضوع بجملة بسيطة. يمكن لما كنت أولاً قبل أن أصبح أسقف كنت أنظر إلى الأسقفية على أنها سلطة، على أنها عكاز وتاج، ولكن الحرب علمتني أن الأسقف هو الذي يضم جراح الناس والذي يركض وراء كل فقير، وراء كل معذب. أنا بفترة الحرب بادلت مخطوفين، تعرضت لاستهداف شخصي، ولكن تحملت كل ذلك لأجل المسيح. لهيك كنت على معرفة شخصية بكل هؤلاء الأشخاص. أنا أولاد الكورال قضي معهم وقت أكثر ربما مقضيه مع أشخاص كبار ومعروفين، لأنه بشعر أنه هذول من أجل هؤلاء تجسد المسيح وكان وجاء المسيح. هل في عندك رسالة توجهها لمشاهدينا في كل أنحاء العالم؟ أكيد عندي رسالة تقول، هي رسالة الإنجيل، اليوم جاء ولد لكم مخلص. ولد لكم مخلص، من ماذا يخلصنا هذا المخلص؟ هذا سؤال تطرحه البشرية دائما. يمكن اليوم الطب خلصنا من الكثير من الأمراض، والتكافل الاجتماعي ومؤسسات الضمان الاجتماعي خلصتنا من كثير من المشاكل الاجتماعية. ما هو دور هذا المخلص؟ هذا المخلص الوحيد الذي يخلصنا من خطايانا. عندما نتقدم إليه ونقول له يا رب بسلمك حياتي، سامحني وأطلب منك أن أكون ابن لك، عندها سأسمع نداء نعم أنت ابني. هذا هو المخلص الذي جاء ليخلصنا. نفرح بقدومه ليس من أجل أعياد عالمية، ولكن من أجل فرح الخلاص الذي جلبه لنا لكل إنسان. يسوع مخلص عالمي،
وليس مخلص لفئة محددة من الناس فقط. وكان ميلاد السيد المسيح مناسبة فرح، فرح الملائكة بميلاده وأنشدوا نشيدهم الخالد: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. هذه القصيدة اليتيمة الفريدة التي نظمتها السماء ولحنتها، وبها بدء العمل بميثاق المصالحة بين السماء والأرض وفتح باب الملكوت أمام المحررين من الخطيئة. ودعوا الملائكة الرعاة أيضاً للاشتراك معهم في الفرح، لأنه فرح لجميع الشعب، والعذراء فرحت، وما زال العالم يفرح. إنه فرح ببدء عهد جديد تظهر فيه مبادئ جديدة وقيم سامية يقدمها السيد المسيح للعالم. أجل تجسد الإله الكلمة من الروح القدس ومن مريم العذراء، وولد في ملء الزمان، بل صار زمان ميلاده تاريخ التواريخ، وابتدأ بميلاده عهد النعمة والرحمة والحنان، عهد الحق والمغفرة والقداسة. إن العالم بميلاد المسيح قد بدأ عصرا جديدا يتميز عن كل ما سبقه من عصور، وأصبح الميلاد المجيد فاصلا بين زمنين متمايزين، ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. فدعونا جميعنا نقول: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. صاحب السيادة المطران إيليا طعمي، أبائنا الأجلاء، أطفالنا الأحباء، أطفال كورال سيدة الوادي، نرحب بهم. لقد تأسس الكورال منذ 8 سنوات ببركة صاحبي السيادة المطران باسيليوس منصور والمطران إيليا طعمي الجزيلي الاحترام. توقف بسبب الحرب، لكنه عاد من جديد بروح الأمل. يتألف الكورال من 150 طفلاً من حوالي 23 قرية ورعية بأعمار تتراوح ما بين 10 و14 عاما. والآن سينشد أطفالنا باقة من أناشيد جديدة كتبها ولحنها أعضاء كورال الوادي الشباب. والآن نترك الكلمة لسيادة المطران إيليا طعمي، فليتفضل مشكورا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يقول الإنجيل: اليوم ولد لنا مخلص. هذه هي بشارة هذا اليوم، بشارة هذا اليوم أن هناك مخلصاً جاء إلى العالم. من ماذا يخلصنا هذا المخلص؟ الطب مثلاً تكفل بتخليصنا من كثير من الأمراض، ومؤسسات الإنسانية والتكافل الاجتماعي أنقذتنا من مشاكل وصعوبات اقتصادية كثيرة، وهناك مؤسسات للتأمين وغيرها. أما المخلص الذي نتحدث عنه فيخلصنا من أمر أهم وأصعب وأعقد لا يستطيع آخر أن يخلصنا منه. جاء المخلص ليخلصنا من خطايانا. يحكى عن قديس يسمى يرونيموس أنه في ليلة الميلاد كان ساهراً بالقرب من المغارة، وكان راهباً فقيراً، والناس في الميلاد تتحدث عن الهدايا، الكل منشغل بالهدايا. فتساءل هذا الراهب الفقير: ماذا أقدم لك يا رب هدية وأنت تولد اليوم من البتول؟ فالناس الأغنياء يزينون الشجر ويوزعون الحلوى والهدايا وغيرها، وأنا فقير لا أمتلك شيء. فجاءه صوت من قلب المغارة يقول: يرونيموس، قدم لي خطاياك. الناس تنتظر منا الهدايا الثمينة، وأما خطايانا فيقبلها المخلص لكي يغسلنا ويجعلنا أنقياء. هذا اليوم يوم الفرح، الميلاد فرح عظيم، حتى السماء تهللت والملائكة والأرض والجميع. فما بالكم أنتم أيها الأطفال، كم يجب عليكم أن تفرحوا، يجب أن تفرحوا جدا. وهذا اللقاء وجد وصمم فقط من أجل فرحكم، لأن هناك أناسا جاءوا من بعيد
فقط من أجل أن يجعلوكم تفرحوا وتكونوا سعداء. شكرا لكل الذين ساهموا في تنظيم هذا اللقاء وتعبوا من أجله، فهم مباركون لأنهم يفعلون هذا فقط من أجل اسم يسوع المسيح. آمين. What?
لسه طفل صغير، هالجملي بسمعها كتير. كيف قصدك اني صغير؟ انا عيني وقلبي بروحي شافوا كتير. من لما وعيت بعرف شو يعني حلم، لاني من وقت اللي اجيت ما بسمع الا صوت الضرب. كل ليلة بنام بسريري وما بعرف بكره شو مخبيلي، يمكن خيي يمكن بيي يمكن امي اندهله وما تلبيلي. وساعتها ببقى لوحدي فقير ولسه بتقول عني صغير. عم تحاول تخنق صوته وتحطه بأعمق بير. أنا بالصدفة شفته، خدته عقلبي وكبرته. كل ما كانت الدنيا برا تعتم وتغم كان بقلبي يعلى صوته. بس هلأ خلص صار وقته،
رح خلي صوتي بالعالي يطلع وبدي كل الدنيا تسمع. سري هو الحلم، الحلم اللي بيقول بلدي رح يرجع. يا سر طلع طلع وقول، الحلم بعمره ما خاف من المجهول. كل ما شدوا عليه وخنقوه بيكبر أكتر، بخياله بيصير يسرح ويجول. أنا هلأ صرت كتير منيح، بعرف شو بدي حتى عيش. بدي كبر حلمي وأحميه وخبيه وداري عليه حتى من النسمة، لأنه الحلم غالي صعب أعبر عن فرحي فيه بكلمة. يا حلم علي صوتك بدي يسمعوك منيح، بلدي رح يرجع وأنا عن أرضه أبدا ما بزيح. عتم الليل عنا
واقف عنا سوريا بلدنا وما من زيك عنا مهما طال عليها الانصاب راح يرجع يتعمى بلدي وراح ترجع شكرا شكرا كورال اطفال سيدة الوادي. سقفة كبيرة جايين لنفرح مع صاحب العيد. ومين صاحب العيد؟ يسوع المسيح يلي هلأ هو مبسوط كتير بجمعتنا وفرحان بوجودكم. هو بحب الاطفال كتير وهو قال له لبابا نويل انا بحب اطفال الوادي كتير ومبسوط فيهم كتير. مين ما بيعرف حكاية سوريا؟ مين ما حس بحكاية سوريا؟ سوريا صار فيها قتل، دم، دمار. سوريا في ناس تغربت، تهجرت، سافرت. حكاية سوريا وصلت لكتير من العالم. سوريا بس ما بيلبق لها إلا الفرح. في عنا صبية مع فراشات اللي هنن ولادها هلأ رح تقدم لنا مسرحية حكاية سوريا. بتمنى من فراشتنا الغالية اللي قلبها كبير كتير رنا يازجي وأطفال الحلوين يتفضلوا لعنا. شام يا شام. ايه ايه شو عم تعملي؟ والله ما عم بعمل شيء. ليكي انا كتير مالي. ايه شو رايك تجيبي هالمسجلة ونرقص لنا شوي؟ ايه والله فكرة حلوة. جيبي يلا. شام كيف لحالك؟ هلا كنا عم نرقص ما بكي شيء. شو بكي قوليني؟ يعني بصراحة ايه انا مشتاقة. ايوه قوليلي هيك من الاول. لك لا 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 ما يروح فكرك لبعيد، روقي شوي. شام شغلتيلي بالي، قوليلي شو بكي؟ بصراحة ايه انا مشتاقة لسوريا. هلا كل هالشي وكل هالخوف اللي خوفتيني عليكي كرمال اخر شي تقوليلي مشتاقة لسوريا؟ يا الله منك. انت شو عم تحكي؟ حبيبتي سوريا غير كل الدنيا. بالله شو؟ عاساس هون باوروبا ناقصك شي ما شاء الله عليكي، بيت وسيارة واحسن جامعات عم تدرسي.
شو ذكرك هلا بسوريا؟ انسي. انسى؟ كيف بدي انسى؟ مستحيل. حبيبتي لو بتعرفي شو هي سوريا ما كنتي حكيتي هيك. هلا صح انا سوريه مثلك، بس انا اجيت على اوروبا من انا وصغيره، يعني ابسط الشغلات ما بعرفها عن سوريا. احكي لي شو هي سوريا؟ سوريا هي بلد حلوه كتير كتير. سوريا هي طفولتي، ذكرياتي، حارتي ورفقاتي، وقصص ستي وزجل جدي. ها؟ زجل؟ شو يعني زجل؟ ها رح سمعك شوي من هالزجل بعدين بتعرفي شو هو. طلت ببدلة مثل بدلة شجر ايلول، المن كم ورقة عالداير مع الراية، واتك بكذب الناس عوردة المخجول، واحلم بشمي من الوردة المنداية. يا زهر زنبق شي انفتح كمك، طهر بيك والعفاف امك، الناس تتحسر عشم الورد، وانت الورد محصور تيشمك. ياي عن جد نيالك. وإسا بتقولي لي شو هي سوريا؟ طب تعرفي شو؟ بما انه انت مشتاقه ومشتاقه، احكي لي شوي، منه بتخففي عن اشواقك، ومنه انا بتعرف على شغلات كنت لازم اعرفها من زمان عن بلدي، بس مثل ما قلت لك الغربه هون ما خلتني اعرف شي عنها، وحتى ما خلتني احس بالحنين تجاهها، فاحكي لي كمان. طيب اسمعي لقلك، لما بيحكوا عن سوريا بيحكوا عن الشام. يعني بيحكوا عنك؟ لك لا لا لا، مو انه انا اسمي شام. لما بيحكوا عن الشام بيحكوا عن ياسمينة، ومن اجمل شعراء بلدي يلي تغنوا بياسمين الشام هو نزار قباني، واسمعي شو بقول. لان كلام القواميس مات، لان كلام المكاتيب مات، لان كلام الروايات مات، اريد اكتشاف طريقة عشق احبك فيها بلا كلمات. يا الله شو حلو. كمان عنا شاعر البادية، شاعر البادية اسمه عمر الفرة، وهو من حمص العادية، واسمعي شو بقول. هذه القصة قصة حمدة الرمش اللي يتحدى، الرمش اللي ياخد قلب الناس، الرمش اللي ما عمره ودى. كمان عنا شاعر الطفولة، هو اسمه شاعر الطفولة؟ لك لا لا لا، اسمه سليمان العيسى، بس لقبوه بشاعر الطفولة لأنه كان يكتب أناشيد كتير للأطفال، واسمعي شو بقول. يا إلهي يا إلهي يا مجيب الدعوات، اجعل القلب سعيدا وكثير البركات، واحمني واحمي بلادي من شرور الحادثات. كمان عنا كاتب روائي عظيم كتير كتير اسمه محمد الماغوط طبعا لأنه عظيم خسرته سوريا بعد ما توفى، ونعرف كتير بمسرحياته، مثلا مثل مسرحية الغربة ومسرحية الحدود، واسمعي شو بقول. كل الأوطان تنام وتنام، وفي اللحظة الحاسمة تستيقظ، إلا الوطن العربي يستيقظ ويستيقظ، وفي اللحظة الحاسمة ينام. كمان نسيت قلك إنه مرته لمحمد المغوط كمان هي كاتبة روائية اسمها سنية صالح، طبعاً توفت قبل المغوط بكتير بعد صراع مع المرض، وزعل عليها كتير المغوط وتأثر، واسمعي شو بتقول. أيها الحب ما الذي أيقظك، والفجر فجر المذابح، ما الذي أضرمك أيتها النار الأبدية في صدر الشريد. يا شو حلوة سوريا، شو حلو حكيك عنا. تعرفي شو؟ حسستيني بالذنب إنه ما كنت أعرف كل هالمعلومات عن بلدي، عن جد شكراً إنك عرفتيني. بس هيك يا ستي بكون اختصرت بشكل كتير كتير كبير عن شعراء وأدباء بلدي. هلأ سؤال، سوريا كلها لقد كبيرة وفيها محافظات، لحتى طالع منا كل هالأدباء والمفكرين؟ ايه طبعاً، عدي على أصابعك. يا رقة الحب يحلو لي بك الغزل، محبوبتي أنت لا سهو ولا بدل، حما يا حرم الجمال ورواق تاريخ يجل ويعظم، أبو الفداء مليكك ما كان حبه يدفن.
هي حمص مولاة الجمال وأهله، وقلبي إليها هائم النظرات. عشقت ترابك يافعا ونسست الحكايات، طرطوس يا حبي في خضر عينيك زرعت كل الأمنيات. الأبجدية تلتقي بالبحر بالغابات بالسحر المبين، واللاذقية زورق الأحلام والسر الدفي. في ظلك ينتعش صدامي يا إدلب يا كأس غرام. يا سويدا يا أغلى بلد، يا زينة الأوطان، يا جنة فوق الأرض للروح بلسم. من الجزيرة عشقت الهوى، القامش لي دياري، فيك الروح وفيك الجوى. آه يا درع القوافي، يا نشيد العذب في مر السوافي. أعشق ليلى الدير، فإن نجومه تخفق في قلبي فيرتاح ما بي. لو كان الحب يتمثل بالبلاد لقالوا الحسكة أنت الحب والوداد. يا دمشق التي تفشى شزاها تحت جلدي كأنه الزيزفون. سامحيني سامحيني إذا اضطربت، فإني لا مقفى حبي ولا موزون. وهيك بيكونوا خصوا كل المحافظات؟ لا لسه وحدة. شو هي؟ هي حلب. حلب الثقافة والأدب، حلب الأصالة والطرب. واسمعي كيف المتنبي يتغنى بحلب. كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب مقصدنا وأنت السبيل. يا ترى قديش راح أولاد من هالوطن؟ قديش هاجروه؟ قديش الوطن موجوع؟ يا الله الوطن ما أحلى. موطني
بسطتوا؟ أنا قالوا لي موبايلي عم بيرن. رنا اعطيني الموبايل. بعرف اعطيني اياه شوي. ميرسي رنا. ها لو تعرفوا مين ايوه بابا نوين دق لي هلا على موبايلي وحتى بعت لي رساله قال لي ليه ما عم بتردي. طب انا كيف بدي رد وانا هون مع اولادنا مع حبايبنا عم نحتفل بصاحب العيد. مين صاحب العيد؟ يسوع المسيح. هلا انا رح اتصل ببابا نويل بس بدنا نشوفه هو وين صار. يعني تاخر ما انتو ناطرينه؟ احكي معه يعني انا اتصل فيه. حاضر يلا شوف هاي رقم ان شاء الله يعلق بس يكون في تغطيه عنده بابا نويل. الو بابا نويل تاخرت. معك هدايا كثير. ايه هيك مزبوط. طب نحن ناطرينك. لا الاولاد كثير حبابين وعاقلين وعم يسمعوا كلمتنا. يلا نحن ناطرينك. اوكي هلا اذا ما رديت عليك يا بابا نويل ما تقلي ليه ما رديتي انا ناطرتك. يلا انا بدي اعرفكم عرفيقه عمري صديقتي بشوف حالي فيها كثير بفرح لها بفرح لنجاحها بتخصني كثير شخصيا من القلب. بدي نرحب كلياتنا بحبيبة القلب حلا نقرور. ميلاد مجيد ينعاد عليكم وبيشرفني وبيسرني يكون معكم حضرة الآباء القسيس. المسيح ولد فمجدوه، المسيح أتى من السماوات فاستقبلوه، المسيح على الأرض فارتفعوا. أنا بدي بحب أقول لكم شغلة بين ما تجهز الموسيقى. يعني أنا كنت عارفاني إنه اليوم رح أجي وفي احتفال هالقد حلو لاستقبال المسيح المخلص. كنت عارفاني إنه في هالقد كم من الأطفال جايين يستقبلوا الحب من يسوع. بس الحقيقة ما كنت عارفاني هالقد إنه الحب هالقد بيغمر لأشعر بالدفى. أنا هلأ جاي من طريق سفر وهيك واجهتنا شوي مشكلة صغيرة على الطريق. كنت كل هالطريق عم أصلي إنه أوصل بالسلام لأفرح معكم لنستقبل ولادة المخلص معكم. أنا كتير مبسوطة فيكم ومعكم. مبسوطة الست ميساء اللي أنت راعية هالحفل. يعني بشكرك الحقيقة وبشكر وجودكم الأباء والأسيس. وأنا كنت بيوم الأيام طفلة صغيرة مثلكم كمان. كنت هيك أفرح لما بيجي بابا نويل ويعطيني هدية. أنا ما في إلي هدية اليوم؟ في
وحياتك وحياتك
بقلبي عم تكبر وتكبر بقلبي وايام اللي جاي جاي فيها الشمس مخباي انت الهوي وانت الغالي وانت الدنيا غنينا هلأ للوطن والترنيم اللي جاي رح تحكي فيها قصة امرأة يسوع المسيح غيرها وهي غيرت الوطن. إلى بئري سامرة جئت وحدي لأملى أجراري مياه وعندها التقيت ربي ففاض في قلبي ماء الحياة فاطف قلبي واملأ حياتي فراغ العالم رهيب
عمو نزار، السيس نزار، عمو نزار اللي إجا من كندا من محل كتير بعيد ليشاركنا هالأمسية. أنا بتشكر وجودي اليوم جنبك السيس، خلينا إياك. خلينا نعطيها كمان زقفة حامية للأخت حلا. ربي يباركك، ربي يباركك. خلينا نحافظ على الهدوء بس أكم دقيقة، لأنه في رسالة كتير كتير مهمة. هاي القصة بسموها قصة المرأة السامرية، موجودة في إنجيل يوحنا إصحاح 4. ومثل ما حكينا قصة الميلاد هي قصة الخلاص. لما جاء الملاك وبشر القديسة مريم العذراء، بشرها بولادة يسوع، وكمان حكى نفس الكلام ليوسف، يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. ولما جاء الملاك كمان بشر الرعاة، قال للرعاة: ها أنا ذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. فيسوع المسيح أجا يعطي رسالة الخلاص. لكن لما أجا يسوع المسيح مثل ما حكينا كان الأرض فيها حرب، كان فيها كراهية، كان فيها عبودية، وكان فيها استغلال، وكان فيها مآسي كتير كتير عم بتعاني منها الناس. يسوع المسيح ما كان يميز بين البشر، كان بحب كل الناس، كان بحب شعبه، وكمان بحب السامريين. مثل ما سمعنا كان في عداوة، ما بحبوا بعضهم البعض لدرجة كانوا بيكرهوا بعض وكانوا يقتلوا بعضهم البعض. لما أجا يسوع المسيح كسر كل الحواجز، ما عادش في تمييز بين ديان وديانة، بين خلفية وخلفية، بين عرق وعرق، بين رجل أو بين امرأة، بين يهودي أو سامري. جاء المسيح لكل البشر. ولما ابتدى يحكي معها هي ابتدأت تكتشف إنه يسوع المسيح هو نبي، هو أعظم من نبي. ورغم كل خطيتها كان في صرخة في داخلها، وهي الصرخة كانت بتستنى فيها المسيح المنتظر. قالت ليسوع: أنا أعلم أن مسيا سيأتي، ومتى جاء ذاك هو يخبرنا بكل شيء. فقال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو. وفعلا آمنت، تركت الجرة وكانت أول مبشرة، قالت لشعبها: هلما أخبركم إنسان قال لي كل ما فعل، ألعل هذا هو المسيح؟ وأجوا شعبها، شعب السامرة، وآمنوا بكلام المرأة، وبعدين سمعوا كلام يسوع، آمنوا بكلام يسوع. واسمعوا شو قالوا كل الشعب بهذه الكلمة الحلوة اللي جاء من أجلها يسوع المسيح. قالوا عن يسوع: بالحقيقة هو مخلص العالم، بالحقيقة هو مخلص العالم. طب المسيح أجي يخلصنا من إيش؟ يخلصنا من خطايانا، يخلصنا من العبودية. الناس كانت مستعبدة، لكن في عبودية أصعب. ممكن نكون مستعبدين للخطية، ممكن نكون مستعبدين للمشاكل، ممكن نكون مستعبدين للخوف، ممكن نكون مستعبدين لأشياء كثيرة. فالمسيح هو المخلص، أجا يخلصنا من خطايانا عشان يحررنا ونكون أحرار. حتى لو يمكن نظام العالم فيه حرب، فيه عنف، هو بيعطيني السلام من جوا، هو بيعطيني الفرح من جوا، وهو بيعطيني، بيملأني بالمحبة، وهو بيعطيني الخلاص، الخلاص من الخطية، الخلاص حتى يعطيني حياة أبدية، حياة أعيش مع الرب يسوع كل الأبدية، أكون مع يسوع المسيح. وأنا يمكن بدي أعيد السؤال مرة تانية في هذا الصباح. لو قلت لك كل أولاد والبنات والحاضرين في هذا الوقت، أكم واحد ولد أو بنت عاوزين الحياة الأبدية مع يسوع المسيح؟
عارفين شو ممكن احنا بس نقدم قلوبنا ليسوع؟ شو منقول له؟ بتحبوا نصلي؟ خلينا نصلي مع بعض. بتحبوا تعيدوا الصلاة؟ صلوا. يا رب يسوع، سامحني على كل خطية وعلى كل شر، تعال ادخل إلى حياتي وكون مخلص علي واملك على قلبي، وأنا بدي أعيش لإلك وبدي أشهد عنك في اسم يسوع. آمين آمين آمين. الرب يبارككم، الرب يباركك حلا، ويبارك كل الأولاد والبنات. مش رح تفهم حالا، قصدي اسمع
صوت الرب يقول مش رح تفهم حالنا قصدي بعد مرور الوقت تنول فهمي وعلمي وكل ما عندي بعد مرور الوقت تنول فهمي وكلمي وكل ما عندي على الأسرع حتكون محمول وإن آمنت تشاهد مجدي على الأسرع حتكون محمول وإن آمنت تشاهد لا تنسى القول المكتوب سلمنا فصرنا نحمل لا تنسى القول المكتوب سلمنا فصرنا نحمل فصرنا جاي الليلة يسوع بدنا نسقف هلأ كلنا أوكي Jaylee
الفرح مسموع وعم تضحك هالدنيا والناس سهرانين ببيوتهم دفيانين تا يوصل يسوع تا يوصل يسوع جاي الليل يسوع يا هرب الحني صوت الفرح مسموع وعم تضحك هالدنيا والناس سهرانين ببيوتهم دفيانين تا يوصل يسوع تا يوصل يسوع يا ليل ساكت ليش ما وصل بعد الخبر ناطري لك قديش طولت كتير السهر يا ليل ساكت ليش ما وصل بعد الخبر ناطري لك قديش طولت كتير السهر والناس سهرانين ببيوتهم دفيانين تا يوصل يسوع تا يوصل يسوع جاي الليل يسوع يا هالأرض الحنين صوت الفرح مسموع عم تضحك هالدنيا والناس سهرانين ببيوتهم دفيانين تا يوصل يسوع تا يوصل يسوع نشيد جديد غنوا نجمات الفضاء شفنا بليلة عيد نور ضوى بالمدى سمعنا نشيد جديد غنوا نجمات الفضاء والناس سهرانين ببيوتهم دفيانين تا يوصل يسوع تا يوصل يسوع جاي الليل يسوع يا هالأرض الحنين صوت الفرح مسموع عم تضحك هالدنيا والناس سهرانين ببيوتهم دفيانين تا يوصل يسوع تا يوصل يسوع ميلاد مجيد ميري كريسماس ينعاد عليكم بحب اتشكر الاستاذ الفنان الاستاذ شادي الصايغ ينعاد عليكم شكرا حلا شكرا ست ميساء شكرا اسيسنا وبابا نويل جاي هلا بدي اوزع لكم الهدايا بتمنى يذكرني كمان انا بابا نويل بشهديه صغيره زعفه كبيره لحلا نقرور بتمنى الكل يكون عنده هيك صديقة وفية محبة مثلي أنا رح أقول لكم شيء أنا وعببرم بيناتكم ما بتصدقوا الفرحة اللي كانت بقلبي إنه أنتم مبسوطين من قلبكم ما بعرف شو بدي أقول لكم كتير مبسوطين نحنا إنه أنتم مبسوطين هالشي عم نعمله لدايما نزرع البسمة الفرح بقلوب أطفالنا سوريا غالية كتير سوريا وطن كبير شو ريحة ترابنا هلأ؟ شو ريحته؟ حبق ريحته ورد وفل وياسمين بدي رحب بكورال مؤسسة الشهيد فرح حمص بدنا كلياتنا نرحب بأطفالنا
مؤسسة شهيد الكورال عبق الشهيد، الكورال عبق الشهيد. ولنحنا نعرف أنه في كتير من الأطفال المعنى هن أبناء شهداء. وسقفة كبيرة لكورال عبق الشهيد. Thank you.
بدنا نتشكر وسقفة كبيرة لكورال عبق الشهيد. بدنا نقول لهم خليكم معنا. زوروا وين؟ بابا نويل هلا. لا ما على الباب. بابا نويل هلا صار بمرمريتا. يعني ها شوي بتلاقوا عنا. نحن بدنا نقول هذا العيد عيد يسوع. عيد يسوع اللي بيجمعنا دائما على المحبة، على السلام، على النور، على الصدق، على التسامح. اليوم يسوع لأنه بحبكن كتير بعت لكم هدايا كتير كبيرة وحلوة مع بابا نويل. بس نحنا كمان منقول له ليسوع منحبك كتير. مين منحب؟ يسوع. يسوع صاحب العيد منحبه كتير. في عنا عمو تاني كمان اليوم اجى لعنا. كمان عمو جاي كتير من بعيد. شوفوا قديه بيحبكن وحب يكون معنا. عمو فؤاد نتشكرك لجيتك وبتمنى تتفضل. سقفة كبيرة لعمو فؤاد. ونحن بنحبكم كتير. انتم تعبتم وانا تعبت. ونحن بنستنى البابا نويل يجي مشان يعطينا الهدايا. مين بيستنى البابا نويل؟ وانا كمان كلياتنا بنستنى البابا نويل. لكن راح احكي لكم انا من وين جاي. جاي من بلد بعيد بعيد كتير. انا في المهجر لكن سوريا في قلبي. انا بحبكم كتير وبفكر فيكم كتير. ويسوع علمني بحبكم لانه هو حبني كتير ومات لاجلي على الصليب واعطاني حياه وعلمني انه اصلي واحب. وعلمني كمان انه المكان اللي اروح له انه اصلي من اجل سلام البلد اللي انا فيه. لكن قبل ما انهي انه حابب انه ادعو بنتي معي مريم. تعالي مريم. مريم اجت لسوريا 2004 وحبت سوريا لما كانت صغيرة. لكن مريم هي طالبة بالجامعة، أخذت إجازة 6 شهور وراحت للبنان مشان تخدم الأطفال السوريين وكانت تعلمهم بلبنان. وأنا فوجئت فلاحظت أنه مريم رسمة على إيدها. شو بشوفه هون؟ خريطة سوريا، لانه حبت سوريا جدا وقالت انا برسمها على ايدي مشان دوما اتذكر سوريا وشعب سوريا واصلي لاجل سوريا. فسألها ليش عملتي هالشيء يا مريم؟ And also my dad he's Syrian so. وايضا والدي هو سوري. So I'm also Syrian so I want to like be remind about Syria and to pray for Syria so every time I see the tattoo I make a prayer. فأنا أعتبر نفسي سوريا أيضا ولذلك عملت التاتو على إيدي مشان دوما أفكر بسوريا وأصلي لأجل سوريا. وشكرا. Now
بابا نويل يعني بتعدوا معي من قد ايه بدكم تعدوا؟ واحد؟ ما بعرف كأنه حدا جاي ما؟ ها؟ يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وإجا نويل. شفت الزمن بردان محبوس بحاله عم يرجف دنقان وعم يصغر خياله. شفت الدنيا سرداب مكسر ومعمي سرداب ماله بواب تا تطلع العتمة. شفت الحلا موجوع معجون بجنونه ملوى ايديه دموع وتراب بعيونه. والحب مثل المات والحب مثل المات ما بيعرف يدفي عم ينكتب دقات صارت قلب.
تنزل سما بحضنا ملك وقفة يبرم دني بالعكس ويغير الصدفة ودى التلج يفتح ايديه حمام يهرب صدي العتمات بالاصنام من باب عينينا من باب عينينا يهرب صدي العتمات بالاصنام من باب عينينا يسوع يسوع دخلك روج لقدام ما تأخر المجي ما تأخر علينا يا اطفال خلفه لابسين غمام جوانح شجر هالأرض توسع مغارة وشير الصلاة حجران ختيار ختيارة وتوقف صلا الحجران ختيار ختيارة ويتشردع البخور بالوديان يتشردع البخور بالوديان حامل مباخر ديه لأول زيارة يعلي فيهن عجبال يعبوا نجوم غلال مباخر الضو طوال عم يفتحوا سرارة عم يفتحوا سرارة تلوقت صار حرام لفلف معه الأيام مطرز كمام مليح من فجر غنينا والضو يمرجيح والضو يمرجيح هزوا اليسوع مليح هزوا اليسوع مليح بلاه الدني أوهام بلاه الدني أوهام ما تطول علينا ما تطول علينا يسوع حرام سمعنا يسوع حرام طلبات ما بتنام الطلبات ما بتنام سمعنا يسوع حرام صلينا من أحوف الدمعة اللي بتدوب ركعات الشمعة صلينا من أحوف الدمعة اللي بتدوب ركعات الشمعة ما تطول علينا ما تطول علينا ما طول علينا سمعنا يسوع حرام على الوقت صلينا